السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندسة آلاء كمال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم لو إحنا عندنا هنا مثلا الستركشر بشكله العادي، وعايزة إن أنا أحط له بلوك عليه بحيث إن هو يظهر بشكل مختلف في البلان، فهنعمله إزاي دلوقتي؟ ده كده مثلا الستركشر بتاع الوش أو الفولف، فإحنا هنروح نشوف مثلا في الليجند بتاعتنا طلع الوش أو الفولف بالشكل ده، فاحنا عايزين نخلي ان البلان بتاعه يبقى بالشكل ده مش بالشكل الطبيعي بتاعنا. اول حاجة هناخد الفايل كده كنترول سي كوبي، هنروح لفايل جديد هنعمل له كنترول في، بقى هو عندنا هنا. طيب احنا عايزين نعمله بمقاساته مظبوطة، فهروح اشوفه مثلا هو عندي هنا كام في كام. هو التشامبر هنا معمول بمقاساته مظبوطة، فهقيسه هنا يطلع 2 في 2. تمام، هروح هنا واعمل له سكيل، اظبط له السكيل بتاعه. طيب انا هعمل مثلا بولي لاين، اقيس هنا كده 2 في 2. وهعمل ده ايه عليه، تقريبا كده ايه ظبط شكله بالظبط. ممكن طرق تانية طبعا اسهل من كده ان احنا نسكله، بس لو سكلته مش هيطلع مظبوط ان هو يبقى مربع، هيبقى مستطيل برضو. طيب تمام، احنا كده ايه ظبطناه بالمقاس اللي احنا عايزينه. بعد كده تشيك بس ان هو 2 في 2. تمام، هاجي بعد كده اعمله W بلوك، وهختار البيك بوينت بتاعته انها تبقى في النص. كده النص عندي، والأوبجكت هختار حاجة هنا، هقول مثلا ده وش اوت بول دبليو او سيف اوكي. بعد كده اروح على الفايل بتاعي وهاجي على الستايل ده، مثلا الستايل بتاعه كان بيزك، هاخد منه مثلا كوبي، اروح من سيتنج بايب نتورك سوري structure style، واروح على basic اخد منه copy، هسميه هنا wash out valve، وهروح على ال plan بتاعه واقول ان هو user defined part، وهختار البلوك بتاعي اللي هو WO open، هيطلع لي الشكل ده. وهختار من هنا ان هو use fixed scale واقول اوكي. هروح بقى على ال structure بتاعي واختار ان هو ال style بتاعه يبقى wash out wolf، هيطلع لي شكله اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.